سيمون أبي رامية عضو تكتل لبنان القوي. مساء الخير استاذ سيمون. مساء النور لإليك وللاستاذ رامز وللضيوف الكرام جيلبير والاستاذ رضوان. هل صحيح انه تخليتوا عن الرئيس الحريري واصبح هناك بديل جاهز لترأس الحكومه الجديده؟ سمعت الكلام من شوي الزميله رولا، خليني اقول لك اليوم رح كون كثير صريح. اليوم كل السيناريوهات بعدها مفتوحة وبعدها متداولة. أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة العتيدة، هذا طرح بعده موجود. أن يكون هناك رئيس آخر بالتوافق مع رئيس حريري، كمان هذا الطرح يتم التداول به. وبعتقد كل الطروحات الأخرى، قصة أن يكون هناك حكومة من لون واحد، بعتقد كل اللي عم يتعاطوا بالشأن العام وبيعرفوا أبعاد وتداعيات هيك خيار بيعرفوا أن هذا الشيء سيكون مرفوض من كل القوى السياسية. وبالتالي اليوم النقاش أن نقول أنه رئيس حريري صار أصبح خارج المعادلة الحكومية، بعتقد في شيء من المغالاة وبعده سابق لأوانه. بس قال الرئيس عون أنه الرئيس الحريري متردد وأنه لديه أسباب شخصية، ما الذي كان يقصده الرئيس عون بحسب معلوماته؟ حكي عن تردد بس ما قال انه القرار، لا حكي عن تردد بس ما حكي انه القرار نهائي. مش هيك بعتقد المفاوضات بعدها قائمه والنقاش بعده دائر مع الرئيس الحريري، ان كان من قبل التيار الوطني الحر او من قبل الثنائي حركه امل وحزب الله مثل اللقاء اللي حاصل اليوم. وكل انسان بيقول لك اليوم انه الامور انحسمت بيكون عم يعمل نوع من السيناريوهات الخيالية، كله بعده جاهز. الرئيس حريري بعده بطور النقاش معه من أجل نشوف إذا في إمكانية أن يكون هناك حكومة. وأنا بلك أنه الأولوية السياسية حاليا تبقى بأن يكون الرئيس حريري هو رئيس الحكومة العتيدة لأسباب متعددة. هلأ عم نحكي ليش لأسباب متعددة، بدنا نعرف شو هي هالأسباب وليش أنتم كفريق وحلفائكم متمسكين هالقد بالرئيس الحريري رغم أنه عنده شروطه الواضحة والصريحة واللي صارت معروفة وعم بيأكد أنه ما رح يتراجع عنها، ورغم هيك متمسكين فيه والبلد كله يعني بأزمة وبحالة مراوحة. لماذا هذا التمسك بالرئيس الحريري؟ هل هو حاجة لا بديل عنها؟ أول شيء حتى هيدي اللحظة ما قال أنا ما بدي، حتى هذه اللحظة لم يرفض، بس عنده شروط خلص، وإلا ما كان استقبل اليوم الوزير علي حسن خليل. بس تقلك لو كان رافض نهائيا كان ببلغ الرفض هلا بعد قائمة معه واستقبل اليوم، يمكن إذا بلغ الرفض ساعتها بيكون عندنا مداخلة أخرى مع واقع جديد آخر. محضرين بدائل لهذه اللحظة؟ في بدائل جاهزة؟ الأمور بعدها مفتوحة. نعم، هلا بهذا الموضوع بس سألتيني ليه الرئيس الحريري ضرورة، يعني عم نقول إنه هو يبقى الاسم الأول. نعم، بس أسباب كثيرة. حكيت من شوي زميلة رولا عن ميثاقية الرئاسات الثلاث، وكلنا بنعرف انه الرئيس الحريري شينا بابينا، مع احترامي لكل الكلام اللي نسمعه اليوم في الشارع، يمثل التيار الاول على الصعيد الطائفي السنية، وهو بالتالي المؤهل الاكثر طبقا للواقع الطائفي العايشين ان يكون رئيس هذه الحكومة. بالاضافة الى انه عوامل اخرى مثل قصة انه حضوره على الصعيد المجتمع الدولي وإلى ما هنالك، التطمينات يلي بيقدمها على صعيد التوازنات الطائفية بالبلد، هيدا كله. وما ننسى كمان أن رئيس الحريري كمان كان من ورث تيار مستقبل ساهم بطريقة إيجابية أو سلبية للواقع. بس بعدكم عم تحكوا يعني كأنه ما في حراك بالشارع على مدى شهر كامل، يعني بعده هيدا الحديث اللي كنا نسمعه ست كاترين قبل الانتفاضة. كاترين، أول شيء خليني أكمل ونحكي بكل واقعية. نحن طرحين أن يكون هناك ممثلين للحراك المدني في الحكومة العتيدة، بس ما فينا نلغي أولا الانتخابات النيابية اللي حصلت من سنة وربع، وما فينا نلغي الواقع السياسي والتوازنات القائمة. اليوم في عالم موجودين على الشارع
وكل يلي عم بيقولوه محق وكل مطالبهم محقة. تنكون تنقلع من هون 17 تشرين تاريخ تأسيسي لمرحلة جديدة على الصعيد التعاطي السياسي والسلوك السياسي بلبنان. هيدا الشيء. لكن ما ننسى أنه هناك أحزاب سياسية وقوى سياسية موجودة بالبلد عندها جمهورة وعندها ناسا. طيب. وأفرزتهم صناديق الاقتراع من سنة وبعتتهم إلى المجلس النيابي. نعم. طيب ما زال عم تعترف اليوم بأحقية ب 17 تشرين وبهذا الحراك، وعم شفنا رئيس الجمهورية عم يحكي بأكثر من مناسبة بعدكم. نعم. عم تحكي عم تسألك عنه كاترين أنه بعدكم وكأنه نفس الخطاب، لكن فعليا إذا تمثل الحراك أو عم بتقول وبعدك عم تحكي بعدك عم تحكي، بس خليني كفي السؤال، عم تحكي بميثاقية الرؤساء اللي هو الخطاب. نعم. اللي إجا في الرئيس ميشيل عون وتر الوطني الحر واللي رسخه العهد القوي الأقوى في طائفته، وبالتالي. نعم. أنتوا بماذا أخطأتوا؟ لكن إذا أنتوا عم بتقولوا للشارع نحن ما قلنا علاقة من قبل 2005، بعد 2005 نحن ما شاركنا بالفساد، لكن أنتوا بشو أخطأتوا؟ وعم هلأ بعد 17 تشرين بعدكم بنفس الخطاب. نعم. لكن كيف الشارع بده يتعامل معكم اليوم؟ أنتوا حتى بهذا الخطاب السياسي ما غيرتوا أو ما أقريتوا بعدم صوابيته أقل. ما سألتني هلأ سألتني هذا السؤال. بتفضل. كل تيار سياسي وكل حزب سياسي أستاذ رامز، كل تيار سياسي وكل حزب سياسي شارك بالسلطة التنفيذية بلبنان من 90 لهلأ هو مسؤول عن الواقع يلي وصلنا له بنسب متفاوتة. في عالم من سنة 90 حاكمين، في عالم من سنة 2005، آخرين من 2008 إلى ما هنالك. وبالتالي إذا الأحزاب اليوم ما بتعترف بمكان ما أنه هي مسؤولة عن هذا الواقع والتيار الوطني الحر بيناتهم، منكون عم نضحك على العالم وقبل كل شيء منكون عم نضحك على حالنا. بس الأهم من الاعتراف هو التغيير. إذا أنت اعترفت بشيء تغيره. بس خليني بس أنا وعندي واقع تمثيلي أستاذ رامز، ما فيك تقول لي أنت نائب جبال ما بتمثل. أنا معلي، أنا انتخبت وعندي وكالة شعبية من أشخاص إجوا على صناديق الاقتراع بكل حرية وبكل ديمقراطية طبقا لقانون انتخابي جديد يعتمد النسبية. يوم ما فيك تقول لي أنت والتيار الوطني الحر أو كل الأحزاب الأخرى أو كل النواب الآخرين أنه ما عندهم صفاتهم التمثيلية لأنه صار فيه مظاهرات في الشارع اللبناني. هذا الشارع لم يلفظ. نعم. حتى نعم. نعم. لحتى نرجع بس لا جديد يعني الأزمة، متى الاستشارات النيابية الملزمة؟ وهل صحيح أنها. نعم. أنه سيتم الدعوة لها من قبل الرئيس عون في خلال يومين، خاصة أنه اليوم منتصف الأسبوع المقبل. هذه معلوماتك. إيه. بعد لمنتصف الأسبوع المقبل. هل صحيح منتصف الأسبوع المقبل؟ أو لأنه هو اليوم الرئيس عون أمل أنه خلال الأيام المقبلة يكون في عملية تكليف. معلوماتك شو بتقول بهذا الموضوع؟ خليني أقول لك، في واقع دستوري ومقاربة سياسية. الاستشارات النيابية الملزمة هي مطلب دستوري، بس المهلة ما في شيء بالدستور بيعطي مهلة لرئيس الجمهورية بأنه بين بيومين أو بثلاثة أو بعشرة. نحن اليوم قدام مأزق سياسي، نحن قدام واقع جديد، وخلينا نعترف أنه كل القيادات السياسية بلبنان عاشت بحالة إرباك نتيجة المشهد يلي شفناه بالساحات وبكل الشوارع بلبنان من جنوبه إلى شماله. وخلينا نقول أنه هذا الشيء بالنسبة لإلي عندي مقاربة بتقول أنه هذه فرصة تاريخية، أولا لإشراك شريحة من المجتمع اللبناني اللي ما كانوا موجودين، ما كانوا عم بيشاركوا بالقرار، وعم بحكي عن المتظاهرين بالتحديد يكونوا موجودين معنا على طاولة مجلس الوزراء دون أن نلغي النتائج المترتبة للانتخابات النيابية. هيدا واحد. اثنين، كمان نحن لما عم نحكي بالاستشارات النيابية بدنا نكون عم نعطي الوقت. يعني اليوم ما فينا نفوت ونحن إذا نحن بدنا نكلف رئيس حكومي ولا بدنا حكومي. طيب الهدف من كل اللي عم بيصير هلأ إلى نوصل إلى حكومي وما. نعم. نكون كمان عم نطول بالأزمة. طيب بس تقلي كاترين. نعم. إذا بتسمحي لي، مش هناك القصة منا فقط متوقفة على اسم رئيس الحكومي، بدنا كمان نأكد أنه نحن بعد ما نكون كلفنا شخصية لترأس الحكومة يكون كمان الأرضية جاهزة للإعلان سريعا عن الصيغة الحكومية الجديدة، لأنه بدنا حكومة يكون فيها أصحاب اختصاص، تكون منتجة وتكون فعالة، لأنه نحن قدام أزمة اقتصادية رهيبة، نحن على حافة الانهيار المالي والاقتصادي. طيب مش هناك معلي، أنا بفضل أخذ 3-4-5 أيام وأسبوع
من أجل الوصول إلى حكومة منتجة من أنه يكون عملت عملية تكليف وحط المكلف الجديد هذا التكليف بجيبته ورحنا شهور وشهور من وما ألفنا الحكومة المنتظرة من قبل يعني الشعب اللبناني. يعني التأليف قبل التكليف. بس هون عندي سؤال، يعني بحال استمرار المراوحة بهذه الأزمة والشروط والشروط المضادة والتي أصبحت معروفة، هل عنده الرئيس عون استعداد يمشي بحكومة جديدة ما يكون الرئيس الحريري رئيسة؟ نعم، بعتقد في حال في توافق وما رح تكون اشكاليه وتكون هذه الحكومه منتجه وفاعله ما عنده اشكاليه. طب واذا ما بده ما سمى حدا رئيس ان يكون هناك حكومه جديده رئيسا؟ اذا ما بده الرجل وما سمى حدا، انا معلوماتي استاذي انا معلوماتي انه نحن عم نقرب من اذا بدك نقطه الوصول لحكومة جديدة. أولا تؤمن تحترم التوازنات السياسية بالبلد، وثانيا بتكون عم بتأمن مطالب المتظاهرين الموجودين اليوم بساحات لبنان. سؤال بس، لأنه نحن منعرف كمان أنه نحن مطلوب يكون في وجوه جديدة، مطلوب أن يكون هناك فئات جديدة مع سيديات مع يعني إنتاجية جديدة فعالية جديدة. خليني بس أسألك اليوم، الحجة الأساسية أو إشكالية التيار الأساسية بعد اللي صار الحراك كان انه ما خلونا نشتغل، انت اليوم عم بتقول بالجواب اللي قبل نحن مع تمثيل الحراك، ما الذي يعني شو بيضمن للناس اذا سلمنا جدلا بقبول الحراك بالتمثيل؟ انتم مثل وقت تمثلتوا بالسلطه وكانت السيبي راكبه قبل بعد الطائف يعني لل 2005 على 3 على 4 صارت راكبه على 5 او 6، عم بتقول حضرتك انه خلي يتمثل الحراك، شو اللي بيضمن راح يتمثل الحراك بالحكومه وما تغيرت السياسه فعليا؟ راح تطلعوا بعد 3 سنين وتقولوا ما خلونا نشتغل؟ لا لا لا، خليني أقول لك شغلي، أنا من الأشخاص اللي كانوا عم بقولوا لما هناك ملفات ما قدرنا حققناها أو وعود لم نحققها كالتيار وعم بتحمل مسؤولية هذا الفشل بملفات معينة، كان وجبنا نقول مش أنه ما خلونا، لازم نقول مين ما خلينا وليه ما خلينا وشو خلفية أنه طيب ما خلينا. طيب هذا نقاش طويل، هذا نقاش طويل بدنا عم بقلك مليون ما متمسكين بالرئيس سعد الحريري اللي هو الطرف الأساسي أنا اللي عم بقوله اليوم الشعب اللبناني بس خلوني لانه لما انا ماني موجود معكم على البلاتو وبالتالي مشان هيك يعني في بين الصوت يوصلي وعم بتدخل اعطوني بس تكمل اللي بدي اقوله انه اليوم شو مطلب الشعب اللبناني عم بيطالب بشفافيه اكثر بصراحه اكثر بحوار مباشر اكثر بين السياسيين وبين المواطنين ما يكون في هو وهذا الشيء المطلوب اليوم. انا كنت اقول لما بنسمع نواب ووزراء ومسؤولين ما خلونا وهن ونحن، مين الهن ومين النحن؟ اللي بدي اقوله من اليوم ورايح هذا خطابكم يا استاذ سيمون، هذا خطابكم يا استاذ سيمون التقليدي كل يا استاذ. طب انا عم بقول لك انه اليوم لازم يكون نحن وغيرنا بخطاب اخر بذهنيه جديده بسلوك جديد. خليني اقول لك انه على الاقل اعطيني كريدي انه انا عم بقول لك صار في اخطاء بالسابق. انا من عندي اعطيك بدك الناس تعطيك انا مالي كل الكتالينيبي سؤال اخير لو سمحت بس لان الوقت ما كثير بيسمح لنا نفوت بنقاش طويل بانه ليش ما حققته وليش ما عملتوا شيء بهالسنوات الماضيه. نعم. بدنا نعرف هلا الرئيس عون يعني عم تقول انه فهمتنا طبعا لازم خلينا لازم بس ست كاترين اسمحيلي ست كاترين بس اسمحيلي في امور حققناها وامور ما حققناها انتبه. طيب ما تقولي ما حققتوا شيء، لا هيدا خلينا نكون واضحين. نعم. فيش في انجاز، في استقرار امني تامن بلاد، لحظه في تعيينات صارت، هناك استقرار سياسي، قانون انتخابي جديد على مستوى على مع اعتماد النسبيه. طيب. ما نستهسل بهذا الوضع، مشاركه اللبنانيين بالانتشار، لانه في شغلات نعم بالحياه المعيشيه اليومية الحياتية للمواطن نعم هناك فشل بالعديد من الملفات. طيب شهر الناس هلأ اليوم استاذ سيمو وبالتالي بتمنى أنه نطلع نعم الناس صار لهم شهر بالشارع نعم. عم بيسقط شهداء بالشارع بكركي حتى نعم. يلي كان عند اليوم الوزير جبران باسيل عم تدعي الرئيس عون للإسراع بالدعوة للاستشارات، الناس كلها ناطرة هالموعد وهالدعوة، هل يعقل أنه نضل ناطرين تنأمن كل هالتفاصيل على الأقل يعني يعمل الرئيس عون يدعي إلى التكليف وفليسقط عنه هذه المسؤولية؟
ما عليه كمان عنده مسؤولية، هو مصصة مسؤولية ويزدها على شخص آخر لأنه كلف برئاسة الحكومة. المسؤولية بدها تكون مشتركة بين رئيس الجمهورية، بين رئيس الحكومة المكلف وبين كل القوى السياسية. نحن اليوم كلنا قدام امتحان جدي، لأنه الشعب قال كلمة قاسية، قال كلكم يعني كلكم، وبالتالي اليوم ما بقى فينا نتعاطى بذات الذهنية اللي كانت قائمة قبل. سؤال اليوم الرئيس هون عم يعطي هذا الوقت. قلت لك أنا كنت بفضل إنه هذه الحكومة تبصر النور يوم الأربعاء والخميس بعد استقالة الرئيس حريري يوم الثلاثاء، ونحن لازم ما ننام ويكون في شغل بالتربو إذا بدك من أجل أن يصير في تشكيل لحكومة جديدة طبقا للمواصفات اللي كنا عم نحكي عنها من شوي، يلي عم بتأمن عم تحترم التوازنات السياسية، ويلي عم تسمع إلى مطالب العالم. سؤال أخير أستاذ سيمو قبل ما نختم نحن وياك. هذا الجيل الجديد. تمام. نعم. اليوم محطة الأو تي في ذكرت أنه في أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة بديلة عن الرئيس سعد الحريري، اللي هن أسماء الوزير السابق محمد الصفدي، وليد علم الدين، أسامة مكداشي. ما هي الرسالة يعني التي تريد إيصالها محطة يملكها التيار الوطني الحر؟ هل أنه أنتم عم بتقولوا للرئيس الحريري بطريقة غير مباشرة أنه انتبه في أسماء مطروحة إذا أنت ما بدك، ولا هل هذه الأسماء جدية؟ لا، منا أنا طرحتهم اليوم الأو تي في. لا أبداً، منا بطريقة صفدي، وليد علم الدين، أسامة مكداشي. سمعت الأو تي في؟ بس تقلك شو قصدي لأن إيه تفضل. بس استاذ اسمع، بس تقلك شغلي، هذا الموضوع مطروح بالمباشر مع الرئيس الحريري، مش انه عم نوصل. هاي الاسماء الثلاثه تداولت مع الرئيس سعد الحريري. هيدي الامور تمام، بس خليني معك عشان نقطه معلومات. بقول لك هيدي الاسماء بالتحديد، بس فكره ان يكون هناك اشخاص اخرين يتولون رئاسه الحكومه غير الرئيس الحريري بالتوافق مع الرئيس الحريري مطروح. يعني هو الاسماء مطروحين، وبالتالي ما عم نمرق له رسائل. عرفت، بس هو الاسماء مطروحين يعني بالنسبه لكم. غيرهم كتار. نعم، شكرا. الطائفه السنيه تتمتع بطاقات والى ما هنالك، بس هيدا الكلام عم ينحكى مع رئيس حريري بالمباشر. منا بحاجه لتلفزيون او تي في لما رايله هذه الرسائل. شكرا للنائب سيمو ابي رميا، عضو تكتل لبنان القوي.